طيب ازاي احنا بنعمل بقى الـ distribution matrix؟ حد عنده فكرة ايه الـ software اللي احنا نقدر نعمل عليه الـ distribution matrix؟ اكسل، تمام. اكسل بس. باوربوينت بالظبط كده، والوورد والاكسس. نقدر نعمل الديستريبيوشن ماتريكس في اي، على اي سوفت وير، يعني على اي حاجه احنا بنقدر نتعامل بيها. طيب اول حاجه احنا هنا بنعمل الديستريبيوشن ماتريكس، بنعمله ازاي؟ اول حاجه بنحط نعمل ليست بكل الديبارتمنت، كل الدوكيومنتس الموجوده عندي في الشركه، في المنظمه اللي انا ممكن استعملها. ممكن اقول مثلا دوكيومنتس legal documents مثلا، letters، material submittal، shop drawing، request for information، كلام من كده. فأول حاجة أحدد وأعمل list بكل الدوكيمنت اللي هتبقى متداولة عندي في الأورجانيزيشن. تاني حاجة بعمل list بكل أفراد الأورجانيزيشن بتوعي داخليا وخارجيا. يعني أنا ممكن أعمل distribution matrix بتاعتي دي أعملها داخليا، بحيث إن أنا هوزع أي دوكيمنت موجودة عندي هتجيلي من بره جوه الشركة. طب أنا لو أنا مثلا شغال استشاري ومعايا استشاريين تانيين في المشروع، أنا كده هاخد من عندي أي حاجة أنا هبقى محتاجة منهم، أي داتا محتاجاها منهم هبقى برضو أعمل لهم ديستريبيوت للداتا دي. لازم أعمل عليهم كنترول برضو علشان هم أتأكد إن هم بيبعتوا لي الداتا اللي أنا محتاجاها دي في وقتها، أو إن هم حاجة مش بتقع منهم، بقدر إن أنا أعمل لهم ريمايندرز، بقدر إن أنا أعمل لهم تراك للإيشوز بتاعتهم دي وأعمل كنترول عليهم. فبرضو لازم أحدد كل الممبرز في الأورجانيزيشن إذا كانوا داخليا أو خارجيا. طيب إيه كمان؟ Ensure your list are completed. ده بقى الجزء بتاع الريفيو، إن بعد ما الدوكيمنت كنترول مانجر يعمل التاسك دي لازم يتاكد من كل الديبارتمنت اللي شغاله معاه ان هو ما ينسيش اي معلومه، ما ينساش اي نوع دوكيمنت، ما ينساش اي جهه ممكن يحطها هنا في الدوكيمنت. Note method of received and each person. طبعا زي ما قلنا هنا ان كل واحد وبقاله وسيله اتصال. لو انا بتعامل مع زميلي في الشركه ممكن اتعامل معاه بالايميل، ممكن اتعامل معاه بالترانسميتر. طب لو انا بتعامل مع حد بره الشركه ممكن اتعامل معاه باللترز مثلا، ممكن اتعامل معاه بالايميلز برضه، ممكن اتعامل معاه بالفاكس، على حسب كل واحد والمفروض ايه الطريقه اللي انا هتعامل معاه. فلازم احدد في الماتريكس ايه هي الطريقه اللي انا هتعامل بيها مع كل شخص. يا ترى هل ده هتعامل معاه بالميل ولا بالسبميتل ولا بكفر، ولا ده في الهيد اوفيس مثلا هتعامل معاه بان انا في عندي كل شويه شحنه بتروح له فانا ببعت معاه الحاجه دي هارد كوبي بتروح للهيد اوفيس، فكلام من كده. فاهم حاجه زي ما احنا قلنا الكوميونيكيشن في الايزو، ان لازم نحدد كل واحد بحتاج منه ايه، ببعت له ازاي، او بطلب منه الحاجه دي ازاي، والمفروض ان انا ابقى منتظر منه قد ايه، وقت قد ايه يخلصها فيه. بعدين هنا بيقول كرييت هايبر لينك انتو يور كونتاكت داتابيز. مهم جدا ان انا وانا بحط الداتا بتاعت الناس، ان انا بقول ان انا بتعامل معاهم ازاي، ان انا احط الكونتاكت بيرسون او احط طريقه الاتصال بيه. يعني لو مثلا انا بقول ان انا بتعامل مع استشاري بره الشركه او بره المشروع، فلازم احط اسم الشركه بتاعته، لازم احط الشخص اللي انا بتعامل معاه هو مين، لازم اكتب الايميل بتاعه لو موجود رقم تليفونه اكتبه، فلازم اكتب كل بياناته الخاصه بتاعته، بحيث ان انا لو انا مش موجود كدوكيمنت كنترول او الديستريبيوشن دي موجوده في مكان على السيرفر او شيرد مع الناس اللي حوالينا، فلازم هم لما يحاولوا ان هم يتصلوا بالجهه دي يعرفوا يوصلوا لها بسهوله، مش لازم يرجعوا للدوكيمنت كنترول عشان ياخدوا الكونتاكت بتاعته منه. فمهم جدا ان انا اعمل هايبر لينك بكل الكونتاكت دي على الداتا بيس بتاعه الشركه او المشروع، علشان يبقى سهل عليه جدا ان هو يعرف يتصل بيه. دي كده سامبل للدوكيمنت ماتريكس. عاوزين هنا شوف السامبل اللي احنا نعملها.